أهلا بكم من جديد. بدأت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مشاركتها في النسخة 26 من معرض ومؤتمر سوق السفر العربي 2019 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض إن الهيئة تستمر بالمشاركة في مختلف المعارض السياحية، وذلك بهدف الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة بين دول المنطقة، مما يساهم في زيادة عدد الزوار القادمين إلى المملكة وتطوير القطاع السياحي ضمن الاقتصاد الوطني الشامل. كما ستشهد نسخة هذا العام مشاركة 500 عارض، ومن المتوقع حضور أكثر من 20,000 زائر على مدى 4 أيام متواصلة. أطلقت كل من بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط ميرا أعمال جمعية علاقات المستثمرين في البحرين، وذلك بهدف تعزيز مهنة علاقات المستثمرين والتعريف بأفضل الممارسات والتطبيقات في مجال علاقات المستثمرين بين الشركات المدرجة في بورصة البحرين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن تأسيس فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين يمهد لإنشاء شبكة قوية من مختصي علاقات المستثمرين في مملكة البحرين. من جانبه أكد السيد أندرو تيربك رئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين أن هذا الحدث يعد إنجازا نوعيا للجمعية وسوق رأس المال في البحرين، بالإضافة لما يمثله من فرصة فريدة لنشر الوعي حول أهمية علاقات المستثمرين في المملكة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.30% مقفلا عند مستوى 1436 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,184,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 739,000 دينار تم تنفيذها من خلال 111 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 9,276 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.12%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5,332 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 0.90%. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2760 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.56%. قفزت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 14.9 مليار دولار أمريكي في مارس الماضي على أساس شهري مقارنة مع فبراير 2019. ووفق بيانات رسمية عن مؤسسة النقد العربي السعودية ساما، بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية نحو أكثر من 499 مليار دولار أمريكي حتى نهاية مارس الماضي. واستعادت السعودية نسق بناء أصولها الاحتياطية نحو مستوياتها التي كانت عليها قبل 2015، أي قبل هبوط أسعار النفط الخام في السوق العالمية. قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل 82 مشروعاً تنموياً في المغرب بقيمة إجمالية تبلغ 2.45 مليار دولار، إذ ساهمت تلك التمويلات في دعم وتنمية قطاعات رئيسية من أهمها الموانئ والطرق والمواصلات والتنمية الاجتماعية والخدمات التعليمية والرعاية الصحية والإسكان.
ومن أهم المشاريع الاستراتيجية التي عمل الصندوق على تمويلها بالشراكة مع الحكومة المغربية مشروع ميناء طنجة المتوسطي والمدار الطرق المتوسطي والقطار فائق السرعة، وكذلك بناء محطة السكك الحديدية في الدار البيضاء، بالإضافة إلى تشييد آلاف الوحدات السكنية في عدة مدن مغربية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الصين توقع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 64 مليار دولار في قمة مبادرة الحزام والطريق. يعاني الاقتصاد الإيراني من ضعف العملة المحلية والعقوبات الأمريكية المشددة على صادراته من النفط، الأمر الذي يمكن أن يزيد من معدلات التضخم لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1980 وفقا لصندوق النقد الدولي. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق الدولي جهاد أزعور إن أسعار المستهلكين وهو المؤشر الرئيس للتضخم قد يرتفع في عام 2019 إلى 50% بسبب إلغاء الإعفاءات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أبلغه بأن اليابان تعتزم استثمار 40 مليار دولار في مصانع سيارات جديدة في الولايات المتحدة. وأشار السفير الأمريكي لدى طوكيو ويليام هاجرتي إلى أن ترامب حث أبي على أن تزيد شركات صناعة السيارات اليابانية حجم إنتاجها داخل الولايات المتحدة، وأضاف أن الزعيمين بحثا ما صدر عن الشركات اليابانية من تصريحات علنية بهذا الصدد بما فيها قرار تويوتا الاستثمار في المصانع الأمريكية. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وقعت الصين اتفاقيات تتجاوز قيمتها 64 مليار دولار في قمة مبادرة الحزام والطريق، والتي تعرف أيضا باسم طريق الحرير الجديد، المشروع الصيني العملاق الذي تريد بكين به تسويق المبادرة التي ستجعلها محورا للعلاقات الاقتصادية العالمية. وتهدف المبادرة إلى استثمار مليارات الدولارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير الذي يربط الصين مع آسيا وأوروبا، ليكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، ويشمل بناء مرافق وطرقات وسكك حديدية ومناطق صناعية.